ازيكم حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير وبصحه وبسلام. تعالوا هنعمل ميكس سي فود النهارده بطريقه مختلفه وبطريقه جديده. تعالوا نشوف هنعمل ايه. انا عندي ده نوع من انواع السكواد اللي هو انواع السبيت، موجود برضو جنب السبيت، شكله شكل المجعرض كده شويه، متنظف وجاهز، يدوبك على انك انت تغسليه وتقطعيه من غير ما تقطعيه، كمان بتحطيه زي ما هو كده. ومعايا نوع السبيت التاني اللي هو شكل السبيت العادي اللي شكل القرطاس دوت، فده برضو بجيبه بقطعه، يا الا تجيبيه متقطع جاهز موجود منه برضو في جيترو. ده اللي هو السبيت العادي، انا بحب انا اقطعه بطريقتي علشان خاطر انا بحبه تخين شويه، ما بحبهوش رفيع. بس لو عايز اذا مش متوفر عندك دوت، تقدر تجيب السبيت العادي المتقطع الجاهز، برضو موجود في الفريزر. هاجي بعد كده هنزل بالبصل، وهقطع بصلايه جوليان كده حلوه، وهشوح البصل، وهنزل معاها كمان بالفلفل الرومي الالوان. بعد كده هنزل كل ده من غير ما هحيق حاجه خالص دلوقتي، عشان لما هحط ملح او هحط توابل هينزل ميه. انا مش عايزه الاكله دي، مش عايزاها تنزل ميه كتير، عايزاها تفضل مفرفشه كده. ده حاجه اسمها سان درايد توميتو. السان درايد توميتو ديت دي نوع طماطم مجففه، في بتتباع في الماركت العادي علب صغيره، بس انا بجيبها بكميه لاني بستخدمها في اكلات كتير وهنستخدمها المرات الجايه تاني، وهنشوف ازاي. السان درايد توميتو بتدي طعم للاكل في منتهى الجمال. ده ريحان وزعتر انا فرمته ورحت حطاه على الخضار بالطريقه ديت. ده اسمه سكالوب، عارفين السكالوب اللي هو في منه احجام، انا جبت الحجم الكبير وحيقته بفلفل بالليمون، التوابل وكزبره وتوم باودر وتوم فريش والسكواد كمان عملته بنفس الحكايه، حيقت كل حاجه بنفس التوابل كانك بتحيقي سمك عادي، حيقيه كانك بتتبلي سمك بس من غير ليمون. حطيت الفلفل بالليمون، انا مش عايزه فيه سوائل، كل الحاجات ناشفة، وقلبته كويس، وابتديت انزل بالجمبري في الاول. حيقت الجمبري بنفس الطريقة، حيقت السبيت بنفس الطريقة، حيقت النوع التاني السبيت بنفس الحكاية. حطيت ملح بالفلفل بالليمون، كزبرة ناشفة، كمون وملح وفلفل بس، ونزلت بالجمبري الاول، ما بقتش احط كتير عشان يتشوي، وبعد كده بنزل برضو بالسبيت واعمله بنفس الحكايه علشان خاطر ان هو يديني نفس النتيجه، ما يبقاش منزل ميه كتير. وهرص كل واحد، كل حبه في اخلصهم هطلعهم. هاجي للنوع التاني، السبيت التاني اللي انا حطيته، بنفس الحكايه، بحطه في الزيت والطاسه سخنه وبيتشوي لغايه ما يخلص، واشوحه بردك، ومحيقاه بنفس التوابل، ملح وفلفل ملح وفلفل بالليمون وكزبره ناشفه وكمون وتوم بودره او توم فريش بس، ما بحطش حاجه تاني، واقلب كويس عشان يبقى حايق لما اجي اعمل كل الاكل يبقى كل حاجه معموله. بحيق كل حاجه لوحديها، ما بحيقهمش على بعض علشان في حاجات بتستوي في الاول بتاخد وقت، في حاجات بتستوي في الاخر ما بتاخدش وقت. ادي ده كمان اللي هو السكواد اللي هو سوري السكالوب. بعد ما بخلص كده باجي زعتر وريحان، وبحط معاهم معلقه ثوم، وبفرمهم كويس في المدق او في الكبه او في حاجه عندك، وبعصر عليهم ليمون، يبقى ريحان وزعتر وليمون وثوم. دي بتبقى دقه هعملها، هحطها على الاكله دي بعد ما تخلص، وهقلبها كلها، هي دي اللي هتديني الطعم في الاخر للاكله ديت، هتبقى مختلفه عن الفاهيتا او مختلفه عن الاكلات التانيه اللي احنا بنعملها. الدقه دهيت او البيستو اللي انا بعمله دوت، بيستو يعني دقه، بالزعتر وبالريحان والثوم والليمون، وبحط شويه ملح وفلفل طبعا معاها بس، ما بحطش حاجه تاني، وافضل ادعك فيها لغايه ما تخلص خالص. وبعد كده بحط كل حاجه، اخلصها ارصها لوحديها مع الاكله، وبعد كده بنزل بالدقه اللي انا حطيتها، هحطها على الاكله وهقلب كله
على بعضه في الاخر خالص واقفله لغايه ما عاد الاكل يفضل دافي ويفضل حلو. دي كانت الاكله بتاعتنا، يا رب تعجبكم. ولو في اي سؤال عن اي حاجه شفتوها في الاكله ديت عايزين تسالوني عليها اسالوني، بعتولي في الكومنتات بتاعتكم وان شاء الله احاول اجاوب على كل الاسئله اللي انتوا بتسالوني عليها. الاكله دي تنفع للعزومات. الكميه اللي انا كنت مستخدماها في الاكله دهيت كيس واحد من الصبيط فيه 3 وحدات، كيس واحد جمبري فيه 2 باوند، وكيس واحد من السكواد الثاني اللي فيه برضو كيس واحد برضو. والدقه هيت بعد ما خلصتها رحت رششتها على الاكله وحطيت بقيت نص البصل والطماطم والفلفل عليها وقلبت كله بقى مع بعضه، وحطيت الدقة بتاعتي في الآخر خالص عليها زي ما انتوا شايفين بالظبط كده. اعملوها بالوصفة زي ما قلتلكوا بالظبط، هتعجبكوا بطريقة يعني ما اقولكوش، كانت طعمها في منتهى الجمال. وطبق حلو في عزومتك او في اكلتك حلوه خالص، تقدري تعمليها كوجبه وجنبيها شويه رز ابيض او رز بصياديه. ودي كان الفيديو بتاعنا النهارده، يا رب يعجبكم واشوفكم على خير في فيديو جديد من فيديوهاتي.